دلوقتي ال 100 جنيه ما بتعملش حاجه في البيت. النهارده لو مؤاخذه كيلو الاكل بقى بكام؟ الفرخه كانت بكام؟ صنع يا حاج بعمل مطارق ومدير بلد حاجه في الانتظار ليلها لسه يجي يقول لما رسمي زي كده وانا اعمل صناع. دلوقتي انا عندي 55 معايا يعني اتجوزت منها وكانت حلوه وكانت كويسه بس انا وقفت على يعني